النجم الرياضي الساحلي لجماهير الفيراج عدد محترم نوعا ما، حرارة الطقس 29 درجة فقط عكس المباريات السابقة، الحرارة قوية برشا. تنطلق المباراة، توزيعة طويلة مغازي العيادي منطقة العمليات، يخرج صوب وفرصة والهدف الأول، جول بلعب التونسي يفتتح النتيجة في توقيت 3 دقائق لعب. خطأ على مستوى محارب الدفاع، خطأ من الحارس رائد القزاح، لم يحسن التعامل مع الكرة. الكرة تجي قدام هيثم الجويني أمام شباك خالية، يفتتح النتيجة بساقه اليمين ومعلنا على الهدف الأول لصالح الملعب التونسي. واحد الملعب التونسي لا شيء. النجم الرياضي الساحلي في مطلع اللقاء والمباراة. لؤي بن حسين يوزع في القائم الأول ويتدخل الماجري، ترجع كرة لؤي، يغطي على كرة لؤي، يلعب لحسام، حسام في الوقت الأيسر يوزع ويتدخل الدفاع، تمشي كرة لمن لؤي أو حسام بن علي، يربح تماس بعد تبادى حمزة الخضراوي في التعامل مع الكرة، تلعب كرة بسرعة تمشي للشماخي، الشماخي حسام، حسام يوزع، ترتدم كرة في الدفاع وتمشي سهلة في أحضان سامي هلال، طويلة الكرة توصل للماجري، الماجري قدام حسام بن علي يعديه ويدخل منطقة العمليات، الماجري يوزع بساقه اليسار ويتدخل جاك مبي، تصويبة مخلص شوشان يلعب على القائد فريقه حمزة جلاسي، ممتازة جدا حمزة ناحية بنجيمة، بنجيمة يوزع ودخل الدفاع، ما زالت الخطر، ما زالت العملية وتمشي الكرة لمن؟ الحكم يقول مخالفة لدفاعات الملعب التونسي. يعني زوز فرق تتلعب بكرة قوية ترتدم في الدفاع وتخرج ركنية، ترجع كرة هذه خلفه، هذه خلفه يلعبها مع حمزة خضراوي، توصل كرة هذه خلفه في الوقت الأيمن يوزع، هذه خلف القائم الثاني ويدخل الدفاع مرة أولى، ومن ثم الشماخي اللي يعود، لؤي بن حسين يوزع كرة في القائم الثاني والماجري بالراس بعد الخطر، ترجع كرة حسين بن علي، حسين موجود الصحراوي مروان، ترجع جاك مبي يوزع ويتدخل الصحراوي مرة أخرى، ترجع لؤي في منطقة العمليات، لؤي يصوب ليه، يمهد لرقي العواني، رقي يوزع في القائم الثاني، حمزة جلاسي بالراس يعمل روتري يدخل الدفاع، ولكن أسبق من الجميع راية مساعد الحكم الثاني ثامر السوسي اللي يعلن على تسلل لراقي، راقي في الرواق الأيمن، شعم الراقي وزع كرة أرضية ناحية الشماخي، الشماخي تمريرة تصويبة ما فهمناهاش، جاك مبي تلعب بكرة ويخرجها اللاعب حسين بن علي، طولها الخضراوي في القائم الثاني وجاك مبي هو اللي خرج كرة ركنية، تمشي كرة لحسام بن علي، حسام بن علي يراوغ، حسام ممتاز، حسام يدخل في دقيقة عمليات يمرر مرة جانبية على القائم الأيسر، يعني وزع صوب من غازي العيادي بن الماجري يوزع ناحية من هيثم الجويني، ممتاز هيثم، هيثم الجويني يعمل كنترول منطقة عمليات، يمر الكرة ممتازة بينية، ولكن شكون فما الورغمي يرجع بها للخضراوي، الخضراوي يجي الماجري، الماجري يرجع بها للخضراوي، توصل الكرة غازي عيادي باش يصوب، غازي يصوب غازي وعالية، راقي العواني، راقي العواني يوزع ويتدخل الدفاع، وعزيز عفوا آدم الورتاني كما جات كورته سهلة، الجويني مازال محافظ على كورته، يلوج على زميل على ذوقري، مر الكرة ممتازة للخضراوي، خضراوي منطقة عمليات يسقط والحكم يقول ضربة مرمى، الخضراوي تمشي كرة لعزيز الجبالي، عزيز يصوب تصويبته باليسار عالية، تمشي كرة لآدم الورتاني مع غازي ممتاز، آدم يدخل منطقة عمليات، آدم يمرر تتقص الكرة يصوب جانبية لتنفيذ المخالفة، يعطي شرط التنفيذ يوزع ناحية حمزة جلاسي، حمزة جلاسي رأسية جانبية، جاك توصل كرة لعزيز، عزيز شيعمل، عزيز يوزع كرة ناحية بنجيمة، بنجيمة بالراس لشكون؟ للدفاع اللي شتت الكرة، جاك يوصل الكرة لفرج بنجيمة، توصل الشماخي، الشماخي ناحية عزيز الجبالي منطقة العمليات، عزيز يمهد له، أي صواب جول
روعه 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 التمريره والهدف ممتازه جدا. التصويبه هي الاولى في المرمى وهدف تعادل النجم الرياضي الساحلي قبل دقيقه من نهايه الوقت القانوني. عزيز 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 يمرر لؤي وبساقه اليمين لؤي يحطها في شباك سامي هلال معلنا على هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 44 دقيقه لعب. النجم يعدل الكفه ويعيد الامور الى نصابها والجماهير تهتز في مدارج اولمبي سوسه. يدخل منطقه العمليات لؤي يوزع كوره والدفاع متفطن يعمل راقي على ادم وادم على راقي تمشي كوره سريعه ناحيه هيثم الجويني وهيثم الجويني يرتكب الخطا على عبد الرزاق بوزره. راقي العويني يلعب الكوره للشماخي يدخل منطقه عمليات الشماخي والدفاع ايش يعمل؟ يغطي على الكوره يخلي الكوره تخرج اوت. وفي هذه الاونه بالذات يعلن الحكم على نهايه الشوط الاول بالتعادل 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي والملعب التونسي في ربع نهائي كاس تونس. الرياضي الساحلي انه التوام محمد امين جبالي ومحمد عزيز جبالي هما اللي دخلوا. محمد امين يلعب للشماخي يصوب الشماخي وعاليه تسديدته. الخضراوي يعطي شرط التنفيذ يوزع في القائم الثاني ارتباك والهدف الثاني جول 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 جول. الملعب التونسي يستغل مرة أخرى ارتباك دفاع ومحور دفاع النجم الرياضي الساحلي وحارس مرميه رائد القزاح ويسجل الهدف الثاني في توقيت 50 دقيقة لعب. نشوفوا حسين بن علي مهد وحمزة بن عبدة على ما يبدو يسجل الهدف الثاني للملعب التونسي. 2 الملعب التونسي 1 النجم الرياضي الساحلي. ومدافع الملعب التونسي في الدقيقة 50 يعيد الكفة للملعب التونسي 2-1 في مباراة ربع نهائي كأس تونس. توزع الكورة في منطقة العمليات وياخو كورة رائد القزاح يعطي إشارة التنفيذ الحكم لؤي بن حسين يوزع في منطقة العمليات سهلة في دين الحارس سامي هلال. طويلة كورة ناحية بلال الماجري ولكن تتجاوز الجميع وتمشي في أحضان رائد القزاح مخالفة في تنفيذها. راقي العويني يعطي إشارة التنفيذ يوزع راقي العويني في القائم الثاني جول. جلاسي 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 برأسية يعرف سرها كان هو يحطها في شباك الحارس سامي هلال اللي بقى يتفرج على الكرة. توزيعة رائعة من راقي العويني واللاعب المخضرم حمزة جلاسي بالرأس يطلع فوق الجميع ورأسية ولا أروع في شباك سامي هلال. 2 ليتوال 2 البقلاوة وترجع الأمور في الدقيقة 70 بالتعادل وكأنه شيئا لم يكن. 2-2 بين ليتوال والملعب التونسي في توقيت 70 دقيقة لعب برأسية حمزة الجلاسي. راقي العوين يوزع كورة طويلة في القائم الثاني بالبوكس سامي هلال ترجع كورة من فرج بنجيما أماتنداو القصة ترجع الكرة لمن؟ لراقي العويني يروض الكرة ويلعب كرة ناحية حمزة جلاسي. حمزة جلاسي في منطقة عمليات والحكم يقول خطأ هنا في أولمبي سوسة. يعطي شارة التنفيذ الخضراوي يوزع كرة ويتدخل الدفاع عن طريق ياسين الشماخي. راقي العويني يسرع في الهجمه ناحيه محمد امين الجبالي. راقي العويني طليق في الرواق الايمن شعمل راقي يدخل منطقه العمليات يمر للبنجيما بنجيما يوزع في القائم الثاني تمشي كره صالح البرومي ولكن اسبق ترجع لصالح صالح يصوب والدفاع يتدخل لهيثم الجويني. اماتنداو يوزع امات سهله في دين الحارس رائد القزاح. يتدخل بن عبده توصل لحسام بن علي كنترول ولا اروع من حسام. حسام ايش يعمل يدخل منطقه العمليات حسام
السلام يمرر والحارس يتألق. يلعبها مع حليلة، ترجع كرة محمد أمين جبالي، طور كرة حيت راقي العواني، راقي ممتاز الكنترول، شيعمل راقي يصوب، راي على لقطة اللعب راقي العواني لبلال الماجري. بلال الماجري، بلال يتوغل ويوزع في القائم الثاني، تمشي كرة، الحكم يقول فما شيء، هيثم جويني يراوغ، هيثم يصوب، هيثم ويتدخل الدفاع للاعب بلال الماجري، يراوغ بحليلة يدخل مدقة عمليات، شو يعمل يصوب يما اجضيع اجضيع، ولكن تسلل يرجع به لمحمد امين جبالي، محمد امين يوزع والموجود فرج بنجيمة، ولكن سهلة في دين الحارس. الحكم سيف الورتاني يعلن على نهاية المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 2-2 بين البقلاوة وليتوال. لم يحسم أو لم تحسم بعد ورقة التأهل، لم يحسم بعد العبور، في انتظار الإكسترا تايم، في انتظار الأشواط الإضافية، قد يكون قد يحول بين ذلك. تتوزع كورة الماجري بالرأس ولكن أسبق منه تنداو، أما تنداو جالو يطلب كورة، مر كورة لجالو، جالو يدخل مقطع عمليات، يوزع جالو يصوب والهدف جول. جالو جالو يسجل الهدف الثالث في مرمى النجم الرياضي الساحلي. جالو يسجل الثالث بعد تمرير على توزيع على تصويبة يحطها في شباك رائد الجزاح في توقيت 96 دقيقة لعب، يعني 6 دقائق على بداية الشوط أو 5 دقائق يعني بالضبط، هو كيسجلها توزيع على تصويبة، خطأ من رائد الجزاح، وديالو يسجل الهدف الثالث للملعب التونسي في توقيت 96 دقيقة لعب. راقي العويني يوزع كرة، يتدخل الدفاع في مرة أولى، ومن ثم الحارس بكلتا يديه سامي هلال. صالح البرهومي معه الماجري ممتاز، يقص كرة الماجري سرع في الهجمة، هادي خلفه، هادي خلفه يمرر كرة ولا أروع، يصوب جول. رابع جويني، الجويني يسجل الهدف الرابع بعد خطأ من حليلة، وكذلك الدفاع يعني دفاع النجم الرياضي الساحلي شوارع، ويلقى الكرة، شوفوا الإعادة، توصل غازي العيادي يصوب، يلقى الكرة قدامه اللاعب هيثم الجويني ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 101. الجويني يسجل الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي. 4 البقلاوة، وجماهير النجم تبدأ في المغادرة حسب الصورة. تيشرت التنفيذ، وأحمد حليلة، راقي العواني يصوب راقي، وكرة أوت، حكم راقي العواني يوزع كرة في القائم الأول، والهادي خلفه يخرج كرة جاك مبي جاك. صالح البرهومي يراوغ، صالح يدخل منطقة العمليات، صالح ممتاز، صالح ويربح ركن هي. راقي العواني يوزع كرة بطريقة سيئة، تتوزع الكرة وتوصل الكرة جالو يصوب، وعالية تصويبته جالو، ديالو يمر الكرة ممتازة لنضال، نضال يدخل منطقة العمليات يصوب نضال، والحارس يتصدى. محمد أبين مر الكرة لابراهيم السوسي، يوزع تاع فريق يسعى للتسجيل، تتوزع الكرة وسهلة في دين الحارس سامي هلال، وعلى الركنية تؤكد، وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم سيف الورتاني على نهاية المباراة في شوط الإضافي الثاني بتأهل الملعب التونسي على حساب النجم الرياضي الساحلي 4-2. مباراة في شوط الأول وشوط الثاني كانت ممتازة، شوط إضافي ثاني مريناش النجم، نفس الحال في شوط إضافي الثاني
ربما من الناس زوز فرق فقط يعني كلا الفريقين استسلم للنتيجة 4-2. شريط الأهداف هيثم الجويني سجل في توقيت دقيقتين منذ بداية الشوط الأول، عدل النتيجة لؤي في دقيقة 44، ضاعف النتيجة للملعب التونسي بن عبدة في الدقيقة 50 والدقيقة 5 من الشوط الثاني، عاد النجم ليسجل عن طريق حمزة جلاسي في الدقيقة 70 قبل أن ينتهي الشوط الثاني والمباراة بالتعادل 2-2. في الشوط الإضافي الثاني سجل الملعب التونسي في الدقيقة 96 عن طريق ديالو والدقيقة 101 عن طريق هيثم جويني لتنتهي المباراة على نتيجة 4-2. بذلك يتأهل الملعب التونسي للدور القادم. هنيئا للملعب التونسي، ألف مبروك لعشاق البقلاوة، حظ أوفر للنجم الساحلي.